الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام شيخ وليد، أنا شيعي من العراق. تفضل. أنا يعني حقيقة بدأت عندي تساؤلات، أنا متابعك خلال فترة. نعم. أكو يعني إحنا بالمهجر حاليا، نعم، ويعني نحضر بعض المراسيم العزاء وهذه، ف من الاشياء تعرف احنا بالمهجر يعني همنا البلد والهذي، نتكلم عن الوضع بالعراق، واكو فد معلومه يعني حقيقه من هذه المعلومه بدات اتاثر يعني كلش يعني تاثر كبير. والمعلومه اللي هي من السيد السيستاني، بلغني احد يعني اللي بالمجلس مال العزاء انه السيستاني، مكتب السيستاني، هاي ما ادري معلومه عند حضرتك ولا لا، مكتب السيد السيستاني يعني حللوا يعني النفط بالعراق، مو الاحد يعني حللوا، يعني شلون حلل اي واحد ياخذ النفط ويبيعه مو للدوله. وهذا اباحه، يعني اباحه بسرقه النفط واستخدامه من كل الميليشيات الموجوده بالعراق. يعني انا اتكلم يعني انا بمجلس عزاء، فاحد اللي يعني عبيدي هو اللي قام بمجلس العزاء، فدا يتكلم عن هذا الموضوع، واني ما كان عندي يعني درايه. يعني تدري الموضوع انه انت اللي ما تعرفه، احنا بالمذهب الشيعي احنا ما نعرف هذا اللي تتكلم عنه، يعني في كتبنا موجود وما ندري انه احنا دا يصير هيك شيء. يعني من دا اسمع منك اشياء دا اروح اراجع، يعني دا اشوف هذا دا تكلم الصدوق، يعني حقيقه يعني مو بس يعني احنا كنا يعني بس يعني نصلي وما عندنا يعني هذه اللي دا تتكلم عنه. حتى الحقيقه يعني التربه ممكن او لا، يعني انا ما كنت اخليها او لا، بس اكو اشياء انت تتكلم عنها ارجع لها، بديت ارجع اقول هذا الشخص دا يتكلم صدق لو دا يتشاقه لو دا يعني. فمن بديت يعني صارت تصير عندي يعني ردة فعل، وإضافة إلى قلت لك هذا الموضوع أكو عمليات يعني يعني أكو إفتاء بأشياء تحلل سرقة البلد يعني. نعم. ومو تتكلم عنها، يعني تكلم عنها هو هذا الشخص بالفيسبوك، ما أذكر اسمه، تعرضوا أهله وهو شيعي ومن عائلة كبيرة، تعرض لإساءة كبيرة، وتعرض إلى يعني أهله إجوا عليهم الإشيات، قالوا لهم ابنكم أنتوا هيك دي يحكي على السيد، وهذه اضطر يدفع فصل يعني مبلغ من المال على مود يسد الموضوع، على مود لا يتأذون يعني أهله. يعني فدي يحكي لي إلي، تسبب لي يعني بصدمة أيضا، من دي يقول لي أكو فتوى صادرة من المرجعيه بفلان تاريخ، يعني من جد رجعت طلعت لكم فتوى من السيد السيستاني، نعم انه هذا النفط العراقي مو مال احد، روح بوق بكيفك. نعم. فلذلك يعني الشيعه اللي قبل، احنا من شيعه قبل مو هسه هاي الشيعه، ما نعرف كنا هذا الاشياء، ما نعرف هذا الشيء، احنا كنا نصلي وعادي اكو اشياء. انت تتكلم عن اشياء يعني شلون واحد يعني بالعراق يقول لك ضربك توسيه براسك؟ انا احكي لك عامي على مود يعرفون الناس، يعني يعرفون ايش دا احكي عن العراقيين. دا يضرب شلون توسيه على الراس؟ دا انصدم يعني كل يوم يعرف شيء ما، يعني احنا ما عندنا سب صحابه، يعني ما نعرف انه، وما نعرف هاي اكو مثلا الاشكالات اللي يعني اكو اشكالات صايره. يعني احنا كنا نصلي بشكل طبيعي، ويعني ما عندنا اي فرق بين العائله بالبيت، تشوف عندنا يعني بالعشيره حقيقه عندنا سنه وعندنا شيعه وعندنا مختلف الجنسيات بزمن صدام. فاللي هسه بدك تشوفه ترى اللي يتصل بيك ترى مثلي اني، اللي انا هسه شلون اتصلت بيك؟ ما اعرف انه هذا موجود بديني، ترى من تشوفه يضحك وما يفتهم شنو الموضوع. يعني الحمد لله والشكر اني يعني حقيقه عندي مستوى دراسي، ف يعني انت يعني حتى حقيقه بالوضوء اكو فد معلومات بالوضوء انا كنت اسويها خطا، رجعت على كلامك
قمت اسويها بالوضوء صح. فيعني حقيقه يعني بعيدا عن الموضوع الشيعه والسنه، اريد الدين يعني، اريد الدين، شوف شنو الدين يعني. انت سويت صحوه دينيه يعني الي، يعني اتكلم عن نفسي ما اعرف الباقي يعني. فاتمنى اللي دي يسمعني هسه مو بس ياخذك بالعاطفه اللي دي يحكون يعني، صح احنا نحب الحسين يعني ونحب آل البيت وهذه، بس انا يعني اذا تشوف انت تابعك كل يوم اشوف انه اكو يعني احنا نسب الصحاب، احنا نسب الصحاب بهاي الطريقه، وبعدين دا اباوع اشوف هذا اللي اتكلم عنه امير قريشي، شفت حقيقه فار دمي يعني. انا يعني معقول انا اتبع دين زين؟ اذا احنا اذا انا اتبع دين زين، انا اتكلم عن نفسي، انا سيد حسن يعني، انا سيد يعني، اذا اتكلم عن الساده انا سيد، انا ما اعتبر نفسي سيد حقيقه، انا رجل يعني ما اعتبر هاي الاشياء، انا رجل اصلي واصوم يعني ادرس يعني عندي علم، فما ما يعني مو من هذا النوع انه انا اقول انا سيد، بس انا سيد حسني. انا ما اقبل واحد يسب يعني عوفك من هسه انه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جدي، اقبل واحد يسب مرض جدي؟ شلون اقبل؟ يعني انت تسب هاي مرض جدي، انا سيد حسني، انت مرض جدي تسب؟ احنا بالعراق احنا شلون تقبلون انت واحد يسب مرض جدك يعني؟ يعني اكو لا. واحد يقبل يسب مرض جده يسبوه يعني، ودينه هذا دينه انه يسبون مرض جده؟ زين احنا الساده الحسن العلوي يعني كلهم الساده، هم من هم يعني باعتبار شنو هم ساده؟ هم غير مرجعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. زين مرجعهم لرسول الله، زين هل انه تقبل انت مرجع يعني هو جدك؟ خل عوفك من خل نرجع قبليه، عوفك من الدين. شلون نرجع انه انت القبليه تقبل انه انت جدك يسبون مرته وماشي ويا مجموعه يعني، يعني انا مع احترامي ترى ما هذا الشيء، ماشي ويا مجموعه كلهم يعني عندهم عمليه مؤامره ونصب واحتيال، وهذا هيك سوى وهذا هيك سوى. زين احنا شلون هذا شنو يعني؟ اذا احنا على كلامك اذا تقنع المقابل بدينك الاسلام، شلون راح تقنعه تقول له والله اي الرسول تعالى تبعه، بس هذول ترى جماعته هيجي وبس بيهم واحد يعني؟ حقيقه انا ما افهم يعني، ده صار عندي يعني وعي بالموضوع يعني. فقمت كل ما تتكلم كلمه اروح وراها، انت تفتح تتكلم افتحها. فيعني انا حقيقه شيعي سني صرت صح يعني اتبع آل البيت يعني هذه، بس انا اعتقد شيء سني انا حاليا يعني برايي، لانه انا ما اؤمن بهذه الخرافات كلها ذني يضرب العرض الحار مال الكتب مالتنا. اذا هذه اللي كانت تتكلم عن هذا الشيء بهالطريقه مستحيل، هاي ما اشتريها فلس بعانه ما اشتريها يعني. الله اكبر الله مستحيل يعني. بس انا اقول لك يعني اقول بس اريد اوضح لك هذه اكو صدمه بدت يعني قبل 3 سنين، اكتشفت انه السيد السيستاني مطي فتوى بجواز انه انت هذا النفط وين ما تلقيه؟ مالك مال عام سائح، روح الله روح بيعه، انت هذا مو مال احد يعني، مو مال الدوله يعني، انا مالي حق به، مو يعني اللي يلقيه روح بيعه يعني. يعني بالضبط تصريح بالسرقه، الله أكبر. تصريح بالسرقه، روحي روح انت، تصريح بالسرقه. يعني انا من يقول لي انا كنت قاعد هو مأتم على اساس يعني ظل يصفق، قلت هذا شنو بده يحكي يعني صديقي هذا علي؟ رجعت للبيت فدا احكي ويا الاهل بالبيت، بعدين دا طلع يعني الموضوع اثاري قديم، السيده سامح بسرق يعني، شلون انت روح تصرف بهذا النفط بكيفك، انت روح مو مال الدوله يعني، معناته هسه انا اروح اكسر لي هذا الانبوب وابوق نفط وابيعه مو مال هذه مالتي، هذا حلال روح. زين كيفك انت روح شو تسوي؟ سوي مو مال الدوله هذا، مو مال عام. طب انا بس يعني ايه العقبه اللي واقفه في طريقك ان انت تترك اصلا التشيع؟ يعني دلوقتي حتى اسم التشيع اصبح مسبه يعني. انا إيه بالنسبه لي ترى انا ما عندي عقبه، انا حر عقلي، ما عندي عقبه، ما عندي عقبه ترى، ما احكي لك انا اتكلم لك انا يعني نعتبرك في يعني احنا نعتبرك دلوقتي في الجانب السني ولا ما زلت في الجانب الشيعي؟ خل اتكلم لك شيء. احنا نصلي 5 صلوات
ما عندي، عندي حب لآل البيت، يعني عندنا مال الزيارة، يعني زيارة الحسين وهذه عندنا موجودة، بس أنا ما عندي تبرك بها، عندي زيارة الحسين، حب الحسين يعني، وهاي ما أخذها من أهلي يعني، طبعا أنا ما أخذها من أهلي، من والدي ووالدتي. وكنا نزور الكاظمية لأنه إحنا يعني قريبين من بغداد، كنا نزور الكاظمية ونجي، وهذا همين أحب. بس أنا حقيقة من سافرت برا يعني، طلعت برا العراق، صار شويه يعني انه اهلي شكل واني شكل يعني، يعني حقيقه قمنا حتى هسه بغض النظر عن هذا، هسه اني شيعي، اني ايش مستفاد هسه من البلد هناك بالعراق؟ كل شيء مستفاده، تهجرت يعني همين ما استفادنا شيء يعني. هسه احنا مو ولايه علي، احنا بالعراق مو ولايه علي، يلا وين ولايه علي؟ شوف العراق ايش تسر، هاي هي هاي ولايه علي، انا هذا اللي سوّرت فعل عندي يعني. هسه انا دا اتكلم لك يعني، انا عراقي شيعي، هسه انا ليش برا مهجر؟ انا دا اخبرك مهجر، ترى لعبت بالعراق انا، هذا الكلام ما اقدر اتكلم وياك اذا بالعراق، والقران يصير بيت وصله دا احكي لك اياها. بس انا مرة العراق، وحتى ما تذكر اسمي ولا هذه، بس دا احكي لك ثق بالله العظيم، هسه احنا مو ولايه علي، قل لي احنا وين ولايه علي؟ تعال باع اهلي هناك، والقران ميتين بالحرب، لاي والدتي يعني كبيره، وماساه، وضعهم ماساوي، والحاله العالم جوعانه، يدورون على اكل يعني، وفد ماساه، وكلها ميليشيات، وما يدرون هسه كان يدرون العراقيين شنو ميليشيات. بص يا خلي الله يبارك في عمرك، يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني كون ان بفضل الله عز وجل البرنامج وصلك للطريق او بعض الطريق الصحيح، فده بفضل الله عز وجل انجاز لينا وانجاز ليك في نفس الوقت. كون ان البرنامج بفضل الله عز وجل يعني وصلك لان انت تغير نظرتك في بعض الاشياء اللي انت اتخدعت بيها على مر السنين، فلله الحمد والمنه، دي محتاجه منا تكبير. يعني ان احنا انا دايما بقول للشيعه، يا شيعه انا مش ضدكم، يا شيعة أنا مش ضدكم، لا لا. أنا بحاول أحطك على الطريق الصحيح، بحاول يعني أنقذك من أشياء أنت بتغوص في الوحي، في الوحل، وأنا بحاول أمشدك من الوحل ده. أقسم بالله مو، ترى أنا لا أعرفك ولا تعرفني، الله يشهد بيناتنا، أنا لا أعرفك ولا تعرفني، بس بدي أحكي لك ترى أنا اللي صار بي من داباوع، يعني ترى مرة مرتين شفت برنامج، بعدين ظليت أتابع كل ما شيء، طلع اشيك وراك، اروح ابحث اشيك اشوف هذا اللي يحكي صدق لو ده ينصب علينا يعني، معنى الحكي. بس يعني اعطيك الصوره الاكبر همينه، يعني مثلا تقول على مثلا ما نرجس، وما يعني حقيقه الجزء هذه تختش يعني، تخدش تتنفس، بس بعدين شيكت وراها قلت معقوله صدق هذا الكلام؟ يعني انا عقلي على صدق هذا الحكي، قاعد هذا واحد يقول له جابها يعني، راح دزنا خاص وهذه، وجاب وحده، معقول احنا هيك الساده هاي وصلنا بينا هيك شيء؟ يعني شنو هذا الشيء اللي ما يخلينا يعني ناس اشراف ما يتزوج ناس اشراف؟ يعني شنو اللي يخلي، شنو اللي يخلي، شنو يمنع يخلي دز واحد نخاس وما ادري شنو؟ يعني قصده يعني خريط حقيقه. انا مو، انا ما تدري هذا، ترى احكي لك ترى انا كل هذا ما ادري، لو ما انت تبدي تتابع اشوف اقول هذا اللي يتكلم صدق لو كلام. انا بس شنو ساعدت، شغلت نفسي بس بحثت، هذا هو يعني، مو بس سمعت منك، رحت بحثت دا اشوف هذا اللي يقول، ترى حتى مو بس اللي يقول تقول انت مثلا هذا مو امير قريش مو يحكي، اروح اشوف ايش دا يحكي صدق هذا موجود، وين حديثه مالته صحيح كذب دا يحكي. اخي شيخ وليد، اقسم بالله هسه اعوفك من هذا كله كلامنا، هسه احنا ولايه علي، من اللي يحكم بالعراق؟ حزب الدعوه اللي هو ولايه علي. شوفني الامام علي وينه بالحكم بالعراق، شوفني ايش دايس، شوفنا المجاعه، شوف وين رجعنا، روح شوف بغداد هسه وشوفها شنو اللي احنا، هل انه هسه انا يعني اريد اجيبك، انا اسويك شيعي، اريد اسوي شيء، شلون اجيبك هسه اقنعك ان انت، شلون راح اقنعك انا؟ وهذه اللي يعني هسه واحد مهجر برا، وتعال بقى احنا نقعد هنا كلها متاذايه، والله العظيم قلت لك واحد حكي حكاية بالله هذا الفيسبوك، ده يقول على السيد السيستاني راحوا لبيته، هو هنا يمي يعني بالمهجر، راحوا لبيته ببغداد، راحوا فصلوه ب 40 مليون عراقي، اللي حكي حكاية
في الفيسبوك بس يقول لهم يابا شلون هيك يسوي السيد السيستاني يصرح بسرقه العراق، يقول يعني هيك هذه راحوا فصلوا هسه هو مطلوب يعني حتى قالوا يعني ما يوصل بعد العراق. ودا احكي لك يعني الله المستعان عموم يا اخي الله يبارك في عمرك. احنا جينا لنهايه البرنامج وكان نفسي اسمع منك اكثر من كده بس للاسف نهايه البرنامج والله صح. وسبحان الله امبارح يعني كان نهاية البرنامج مسك والنهاردة نهايتها مسك، وإن شاء الله في يوم من الأيام نسمع خبر انتقالك من التشيع، يعني كلمة التشيع صبة والله، إلى الانتقال إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بالكتاب وبالسنة. واسمح لي أن أنا أسمعهم التكبير على الأقل على جزء صغير من أنت قلت. أنا بس راح أقول لك شغلة واحدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر. معك يا أخي. ألو. الله الله يرضى عنك الله يرضى عنك بارك الله فيك. الله يكرمك يا رب والله نورتنا يعني للطريق الصحيح وبارك الله فيك. يعني انا ما سمعتكش الاخوه بيقولوا تسنن فانا ما خدتش بالي ما سمعتش. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فقط لا غير. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فقط لا غير. الله اكبر الله اكبر جزاك الله خير. ان شاء الله ان شاء الله انا على طريق الحق ان شاء الله طريق الحق لا غير. بشرك الله بشرك الله جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. الله اكبر الله 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 اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله والله الحمد لله. أمس الختام مسك واليوم الختام مسك والحمد لله رب العالمين. سبحان الله يا إخوان يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
القلوب يعني سبحان الله مرتبطة بأصابع الرحمن يقلبها يعني كما شاء، سبحان الله. يعني أنت ما عليك إن أنت بس تدعو، أما الهداية فبيد الله عز وجل.